باسمي وباسم عشيرة خزرج في قضاء الضلوعية. أرحب بالأستاذ عمار يوسف حمود رئيس استلاف النصر والوفد المرافق له، فحياكم لله وأهلا وسهلا بكم. حقيقة أنا ما أريد أمدح كل شخص معروف، الرجال صاحب موقف على المنطقة حيث قام بعدة إنجازات ومنها التبليط، مشاريع المي، البناء، شغلات البناء، الدوائر، إن شاء الله نتأمل خير. أنا ما أريد أذكر أكو قسم من أعضاء مجلس النواب يعني من بداية الدورة ولحد هذا اليوم يعني ما أحد منهم طلع أو صرح أو سولف أو ذكر في الموضوع أو ذكر في شيء موضوع النازحين. بالنسبة للأستاذ عمار هو ابن المنطقة، أهله بالمنطقة وهو ابن هذا المجتمع وربب هذا المجتمع، فهو إله حق على هذا المجتمع والمجتمع أيضا إله حق عليه، ونتمنى له إن شاء الله هو وغيره من الناس اللي هم مخلصين لهذه المنطقة ومخلصين لهذا البلد أن يكونون عد حسن ظن المجتمع بهم، نتوسم بهم كل الخير إن شاء الله، وأنه يكونون عد حسن ظننا وإحنا نكون عد حسن ظنهم، ونتمنى منهم إن شاء الله أنه يفيدون المنطقة ويفيدون البلد بصورة عامة. أعتقد بما لا يقبل الشك بأن هناك سوف يكون تغيير، لأن الوجوه أكثرها جديدة اللي صعدت واللي راح تصعد المجلس النواب راح تكون جديدة، وإن شاء الله نتوسم بهم كل الخير وأنه يخافون الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. وهذا البلد تعب، يريد وجوه جديدة، يريد دماء جديدة، يريد عطاء جديد حتى الناس تعيش.